مرحبا، اليوم بدي اورجيكم موناكو. واتس يورز از ماين. طبعا موناكو هي قصه مجموعه حراميه، كل واحد له اختصاص معين وبدهم يروحوا يسرقوا بنوك ويسرقوا شغلات ويفوتوا على سفارات ويقتحموا مدري وين، مثل نظام هيك اوشن 11، فيلم اوشن 11 والايطاليان جوب والقصص هاي. طبعا الجيم كتير ظريفه لذيذه، خليني اورجيكم اياها. بلاي. طبعا في عندك ميشنز، انا هون خلصت هذول. في كمان ميشنز ممكن يكونوا عاملينها بالوركشوب، يعني ناس تانيين فيك تلعبها اذا بدك، او تلعب الستوري مود. طبعا خليني اورجيكم السفاره اللبنانيه بما انه يعني ممكن. طبعا الشخصيات مثل ما لكم شايفين كمان انه فيك تلعب مع اصحابك او مع ناس اونلاين. اوكي، طبعا ممكن تفوت لحالك او يفوتوا اربعه مع بعض. طبعا الاربعه بتساعدوا. هلا انا لحالي، مو مشكله يعني الاربعه. طبعا ممكن بعدين اعمل لكم شوف اذا فيني اورجيكم الاربعه بعدين. الشخصيات هي مثلا دمول بيقدر يحفر الحيطان، يكسر يمرق. لوك سميث بيقدر يفتح البوابه بسرعه وهيك، والخزائن. اللوك اوت بيقدر يشوف الانميز، هذول اللي متخبين هون وهون، الحراس وهيك. بيك بوكيت في معه قرد بيروح بلم المصاري، وهذا مشان ما هو يضطر يركض وراها. ذا كلينر كان نوك اوت انسسبكت، ممكن يضرب الحراس على راسهم مثلا مشان يغمى عليهم وهيك. اوكي، وفي بعدين كمان حينفتح ذا هاكر، وفي اظن كمان شخصيتين ثانيات. انا لسه ما وصلت لهنيك، بس انا حورجيكم الفكره تبعها. طبعا في قصه مثلا، هذا ذا مول عم يقول انه هو مبسوط انه هن ساعدوه، عم يقول هذا اللوك اوت عم يقول لهم انه ايه لازمنا نحن نجيب جوازات مشان نطلع من هون نهرب. فالمول بيقول لهم ايه السفاره اللبنانيه هي اخف شيء امن وبنقدر نجيب منها جوازات. ف مهم، فبتقول له ريدي، بتختار طبعا اللاعب. اخذت اللوك سميث انا. اوكي، طبعا هي الجيم هيك، هذا شكلها. تتحرك يمين شمال فوق تحت. طبعا هلا عم يقول لك جراب سموك بوم. سموك بوم فيك تستعملها اذا شافوك الحراس وتضربها بالارض بتطلع دخنه بتهرب. طبعا فيك تفوت من هون، بس اذا فت من هون حيشوفني الحارس. حتى شوف بلش طلع عليه علامه استفهام مثل كانه شافني. اذا تعبت بيجي بيدور. اوكي، هي ستيلث جيم. طبعا هلا بيجي بيطلع من الدرج هاد، عم يحاول يتسلل، فات من المكيف اظن. في هذا بيطفيه، مرقت. طبعا هذا مو شايف شيء، هذا عم يطلع على شكله. في هون ليك ولا شغله ولا ما بعرف شو هي، شلال. طبعا هذا كمان مو حاسس على شيء. هلا لو معي مثلا الكلينر كان ممكن اخبطهم على راسهم. طفي هي. طبعا هلا اذا في معي الهاكر مثلا، هي الكمبيوترات بتنطفى اسرع. اوكي، في هون فان ممكن نستعمله انا مشان اهرب بعدين، لانه انت بعد ما تجيب الشغله اللي حتجيبها بدك تضطر تهرب. شوف هي علم لبنان ليك فوقي بالضبط. اوكي، طيب هذا شو بمرق هلا ليك؟ طفى، بمرق هيك، طفى، مرقت. اوكي، بيطفي بيشعل، مو كلهم طبعا بيطفوا بيشعلوا، بس يعني طفى طفى. نطلع على الدرج الطابق الثاني. اوكي، اذا استعملنا الكمبيوتر شو بصير؟ بتصير تطلع هيك شغله، بتصير تطفي هدول الليزر. خلينا نستعمل قد ما فينا كمبيوترات مشان بيساعدونا. طفي هاد، ممتاز ممتاز ممتاز، شوي شوي. طفي هاد وهاد. طبعا لاحظ هلا اللوكس مثل الابيليتي تبعه انه حيفتح الباب بسرعه. هلا الناس العاديين حيطولوا مثل ما بيطولوا بفتح ال، كيف انا عم طول بالكمبيوتر هيك. اطلع على فوق. الجواز المفروض يكون هون. اوكي، نفتح هاي. اوكي، شافني؟ لا، لفتنا ولا والله.
اوكي مكاتب طيب نطفي هاي نروح نسناول هذا ونهرب شلف 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 طبعا في زر سنيك مشان تمشي شوي شوي ممكن يسمعك اوكي هلا بقى بدنا نهرب ننزل طبعا نحاول انه ما نشلق الدنيا طبعا هلا هدول الكمبيوترات كلهم دي من اول وجديد اعمل لهم هاك اوكي كمان هاد تحس هيك منيح اوب ممتاز ننزل لتحت طبعا هاي المراحل بتتغير انه في اشياء جديدة بتطلع لك يعني ممكن كلاب مثلا فيك مثلا كيف بدي لكم لحظة شوي قنابل مثلا معينة اصوات فيك ترمي فتيشة في معك مثلا بصير معك اسلحة مسدسات وهيك طبعا خلينا نهرب ناخذ السيارة ونطلع طبعا هاي هي موناكو انجزنا المهمة في ليدر بوردز على الانترنت مشان تشوف قديش انت عملت شيء منيح طبعا هذا كله بيقول لك انت مثلا نيو اول تايم رانك هذا انا احسن 32 اليوم مع فاينل سكور نيو ديلي رانك 32 يعني انا احسن سكور رقم 32 بالعالم اليوم وبالعالم بكل الايام 18427 اللي بحب يهتم بهالامور اوكي طبعا تكبس كونتينيو بتروح على المشن اللي بعده وهكذا اوكي هي موناكو بنصحكم تجربوها مع اصحابكم طبعا حتكون اعقد اذا كنتوا اكثر من واحد لانه طبعا عجقه بس كمان نفس الوقت ممكن تساعدوا بعض يعني ممكن تغطوا على بعض وهيك المهم الجيم حلوه بنصحكم فيها لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكل هالقصص هاي ونشوفكم بعدين يلا سلام